السبت اللي فات تابعنا مع حضراتكم زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بني سويف وتحديدا في قرية ستس الأمرة وافتتاح عدد من المشروعات في إطار مبادرة تطوير الريف المصري ومبادرة المرحلة الأولى من تطوير قرى الريف المصري، وتابعنا توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها طبعا زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين. في الإطار ده بتستعد هيئة التأمينات الاجتماعية، لأن الكلام كتر الفترة اللي فاتت هل المنحة دي هتصرف، الزيادة دي هتصرف الشهر ده ولا الشهر الجاي. الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية بتشتغل على إعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية اللي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته امبارح. عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون هيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر إضافة إليه المنحة المستحقة عن شهرين اللي هم أكتوبر ونوفمبر. يعني بكل بساطة كده الناس هتصرف المنحة المستحقة في شهر نوفمبر الجاي معاها منحة شهر أكتوبر اللي جاي كمان كام يوم. الحقيقة إن الزيادات دي مهما كانت بتمثل عبء وتكلفة على ميزانية الدولة، لكن الهدف الأكبر لأي تحرك بتقوم به الدولة المصرية في الاتجاه ده هو توفير الحياة الكريمة للمواطنين ودعمهم. عشان نعرف أكتر عن الإجراء وإيه اللي تم فيه لحد النهاردة، معانا على الهواء مباشرة هاتفيا اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. ست اللواء أهلا بيك معانا يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ يوسف، على حضرتكم مساء الخير على جمهورك الكريم. مساء النور يا فندم. حضرتك طبعا عارف ان مع كل اعلان او تصريح رئاسي بان في منحه استثنائيه الكلام بيبدا يدور حوالين هتتصرف امتى. النهارده في خبر بيقول ان هي هتتصرف في شهر 11 العلاوه او المنحه بتاعت 11 مع منحه 10، ايه اللي تم في الموضوع لحد دلوقتي؟ تمام، يعني لما فخامة الرئيس زي ما حضرتك قلت في المقدمة أعلن في بني سويف عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، بمجرد ما أعلن احنا كحكومة بنجتمع وبنحط التوجيهات دي موقع التنفيذ، فنسأنا مع الخزانة العامة للدولة لقينا أن حزمة الإجراءات دي فيها جزء لازم يطلع بقانون أو جزء بقرارات من دولة رئيس الوزراء بعد إقرار القانون. ففي كل الأحوال إحنا محتاجين قانون. مجلس النواب بيجتمع يعني دور الانعقاد القادم دي في الأسبوع الأول من أكتوبر، فهيجتمع مجلس النواب، هنكون إحنا صرفنا شهر 10 بالفعل للناس، لان احنا ميعاد صرف المعاش توقيت صرف المعاش يوم واحد في الشهر، مظبوط، عكس المرتب. المرتب حضرتك بتشتغل وبعدين في اخر الشهر بتقبض، مظبوط. المعاش العكس، يوم واحد في الشهر بتاخد معاش الشهر، فمعاش اكتوبر المفروض بيتصرف يوم 1 اكتوبر. تمام. ففي 1 اكتوبر مش هيكون عندنا قانون لسه علشان نقدر نصرف المنحه. فاللي هيحصل ان شاء الله إن المنحة مقررة ومستحقة الصرف اعتبارا من 1 أكتوبر، بس عشان إحنا مش هنلحق نصرف في أكتوبر يبقى هتتصرف نوفمبر، وهنصرف المعاش مع المنحة 300 جنيه بتاعت شهر أكتوبر وبتاعت شهر نوفمبر. تمام، لحد كده الأمور واضحة جدا والرسالة واضحة. المستهدف تقريبا سيادة اللواء من المنحة الجديدة كم مليون وهتكلف الدولة كام؟ 11 مليون مواطن هيستفيد من هذه المنحة، 11 مليون بإجمالي تكلفة سنوية 32 مليار جنيه. 32 مليار جنيه تكلفة سنوية. ايوه، يعني احنا كنا بنقول ان مهما كان ده بيكلف على ميزانية الدولة الا ان توفير الحياة الكريمة للمواطنين ده اساس واولوية عند مقدمة الاولويات. مظبوط، مقدمة اولويات فخامة الرئيس هو رفع المعاناة عن المواطنين، واعتقد يعني ان كل التصرفات والقرارات اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت، يعني اسمح لي استاذ يوسف هدي لسيادتك رقمين كاشفين. اجمالي المعاشات اللي كانت بتصرف في جمهورية مصر العربية كانت في العام المالي 13 2013 2014 قبل تولي سيادته على طول،
العام المالي ده اللي انتهى في 30/6/14 كل اجمالي المعاشات اللي اتصرفت خلال السنه دي كانت 86.5 مليار. 86.5 مليار. النهارده العام المالي 22/23 اللي انتهى في 30/6/23 اللي احنا فيها دي في شهر 6 اجمالي المعاشات اللي انصرفت السنه دي 340 مليار جنيه. 340، يعني بنتكلم تقريبا في اربع اضعاف. زيادة 300%. زيادة 300% من يعني طبعا احنا ما بنيجي نحسب الزيادة نطرح ال 340 مليار من ال 86 بالظبط، نقول هي دي الزيادة اللي هو 260 تقريبا. لما نسبها لل 86 يطلع 300%. 300% زيادة في المعاشات خلال الفترة البسيطة دي. الزيادة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي 300 جنيه اللي كانت من 300 بقت 600، دي زيادة رقم كام تقريبا الفترة الأخيرة؟ يعني أجيب لي سيادتك من أول السنة اللي فاتت تقريبا احنا يعني احنا مفروض القانون بيقول إن زيادة المعاشات تتم في شهر 7 من كل عام. المفروض التوقيت بتاع زيادة المعاشات بيبقى في شهر 7 لمرة واحدة بس. احنا في 22 فخامة الرئيس وجه بتبكير صرف الزيادة، بدل ما نصرفها في شهر 7 لا نصرفها في شهر 4. فعملنا قانون وعدلنا وبكرنا صرف الزيادة وعملنا زيادة بنسبة 13% في سنة 22 وصرفناها في 1/4. ثم جه سيادته تاني وجه في شهر 11/22 وقال ادوا منحة استثنائية 300 جنيه لأصحاب المعاشات. فعملنا زيادة بقانون ب 300 جنيه في 1/11/22. أما نيجي ل 23 المفروض الزيادة تبقى في شهر 7. مظبوط. برضه سيادته وجه بإن إحنا نبكر صرف الزيادة، فصرفنا زيادة 15% من 1/4/2023. ثم الزيادة الأخيرة دي اللي هتبقى من 1/10. يعني في خلال تقريبا سنة ونص أربع مرات احنا المعاشات زادت أربع مرات. هو في اهتمام تحديدا بفئة أصحاب المعاشات؟ لأن أنت عارف يعني احنا الدولة مهتمة جدا بالفئة دي تحديدا. الحقيقة يعني الرقم اللي أنا قلته لحضرتك كاشف، يعني 32 مليار سنويا، ومن 86 مليار 2013/2014 ل 340 2022/2023 الرقم بيتكلم عن نفسه بصراحه. الرقم بيتكلم عن نفسه. انا بشكرك جدا. شكرا. انا بشكرك جدا سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه.